كارثة كبرى هزت أرجاء نادي الوداد المغربي. السلطات المغربية اعتقلت سعيد الناصري رئيس نادي الوداد. الناصري رئيس نادي الوداد يواجه خطر السجن بتهمة الإتجار في المخدرات بحسب التقارير المغربية. موقع لو سبورت 360 المغربي كشف عن خضوع رئيس الوداد للتحقيق أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. الناصري و24 آخرون مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات. رئيس الوداد يواجه اتهامات بالسطو على أموال وممتلكات عقارية والإتجار بالمخدرات. مجلة جون أفريك الفرنسية تحدثت عن اعترافات لمواطن من دولة مالي يملك أصول مغربية أثارت القضية. المواطن المالي المعروف بلقب إسكوبار السحراء كونه أحد أكبر تجار المخدرات ورط عدد من المسؤولين المغاربة في قضيته. تاجر المخدرات المالي قال إنه له عدة شركاء في نشاطه المتعلق بتجارة المخدرات منهم سعيد الناصري. قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل الاستماع إلى المتهمين في الوقت الحالي قبل توجيه التهم رسمياً إليهم وإحالتهم إلى المحكمة. الناصري حقق نجاحات كبيرة مع الوداد أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين. أزمة رئيس الوداد تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الفريق خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في النتائج. الوداد أقال عادل رمزي واستنجد بخبرات المخضرم التونسي فوز البنزرتي لإنقاذه، لكن موقف الوداد تأزم في دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته من سيمبا التنزاني. فهل تقضي أزمة المخدرات على مستقبل رئيس الوداد أم سيخرج منها سالماً؟